مرحبا واهلا وسهلا فيكم في برنامج خنسولف سيارات. قبل ما نبدا اللي ما اشترك في القناه يا ريت لو سمحت تشترك وتفعل جرس التنبيهات، واللي فاتت الحلقات الماضيه بامكان نشوفها من الرابط اللي موجود فوق. سلافتنا اليوم هي عن سياره اسمها سيان، هي اول سياره هايبريد من لامبورغيني واقوى سياره في تاريخ الشركه. كلمه سيان جايه من اللهجه المحليه في بولونيا ومعناها الرعد. هاي السيارة حصرية جدا، راح يتم إنتاج 63 سيارة فقط وجميعها مباعة، والسعر 2.5 مليون يورو. السر في الرقم 63 هو سنة تأسيس لامبورغيني 1963. هاي السيارة راح تفتح الطريق لشركة لامبورغيني لدخول عالم الهايبريد والسيارات الكهربائية، لأنه من المتوقع أن الشركة تنزل نسخة هايبريد من أفنتادور خلال السنوات الثلاثة الجاية. لامبورغيني سيان تيجي مع محرك V12 بقوة 785 حصان، بالإضافة إلى موتور كهربائي بقوة 34 حصان، فيعني القوة الإجمالية للسيارة هي 819 حصان. التسارع من 0 ل 100 كيلومتر في الساعة بيتم خلال ثانيتين وثمان أجزاء من الثانية، والسرعة القصوى بتوصل ل 350 كيلومتر في الساعة. لامبورغيني راح تستعين عن بطاريات الليثيوم أيون بمنظومة سوبر كاباسيتر، هاي المنظومة أخف وزنا وأقوى من البطاريات العادية. تصميم سيارة سيان مستوحى من الكونتش صاحبة التصميم الدراماتيكي المذهل، لكن طبعا مع لمسات عصرية. شكل السيان رهيب جدا، لما تدقق في تفاصيل التصميم الخارجي راح تحس قديش اشتغلوا على السيارة عشان يزيدوا انسيابيتها ويحسنوا الديناميكية الهوائية. أنا معجب جدا بالمنطقة الخلفية، مصابيح السداسية والأكزوز المزدوج بيعطوا السيارة شكل رهيب. يعني لامبورغيني في التصميم بصراحة مجانين، كل سيارة تطلع من عندهم أجمل من اللي قبلها، وهي السيارة مش استثناء، كثير رهيبة. يعني 63 شخص اللي اشتروها فعلا انهم محظوظين. من الاشياء المتميزة بهاي السيارة انه في المقصورة الداخلية راح يستعملوا تقنية الطباعة الثلاثية للمرة الاولى، وطبعا لامبورغيني راح تعطي المجال للملاك انهم يخصصوا السيارات مثل ما بيحبوا. دخول لامبورغيني لعالم الهايبريد في هذا الوقت متأخر بعض الشيء، يعني معظم الشركات سبقتهم بأشواط كبيرة، لكن مع العقول الموجودة عند لامبورغيني والقوة اللي موجودة عند مجموعة فوكس فاجن بتخيل لامبورغيني راح تلحق البقية. انتوا ايش رأيكم؟